مساكم الله بالخير جميعا في حلقه جديده من برنامج فكر معانا، ومثل ما تشوفون القاري مليان. فسؤالكم الاول يقول: سلك غير مصنوع من معدن ويوجد في جميع دول العالم دون استثناء، فكر معانا. دول العالم؟ ايه. سلك غير مصنوع من معدن ويوجد في جميع دول العالم. ها؟ سلك؟ اي سلك. هذا انه يكون بتاع بتاع الكيبل اللي هو السيليكون. السلك الدبلوماسي؟ شلون؟ السلك اذا هذا سؤال يعني، او السلك مثلا سلك دبلوماسي. شلون سلك؟ غير مصنوع من معدن، شوف ايش سلك في الدنيا مش مصنوع من معدن. ايوه. بجوز ترك لغوي ما بعرف، بس انا ما اعتقد انه سلك دبلوماسي. وشلون استنتجت الاجابه؟ هو ايش يعني ايش ما في سلك في الدنيا مو معدن. اوكي صح. يعني يكون حديد يا الومنيوم يا شغله. انزين. هو السلك انا ما اعتقد سلك دبلوماسي. وموجود في جميع دول العالم؟ ما في دوله ما فيش عندها سلك دبلوماسي. واقول لك مبروك اجابتك صحيحه، السلك الدبلوماسي. وشوف بروحي عارف لما الناس تجاوب صح يجي لين عندك. اقول لك الف مبروك اجابتك صحيحه، السلك الدبلوماسي هي الاجابه الصحيحه، غير مصنوع من معدن ويوجد في جميع دول العالم. فربحت معانا جوائز قيمه، ربحت معانا قسيمه من النادي الرياضي فتنس فيرست، وايضا ربحت معانا عطور من الجزيره للعطور، وربحت معانا شوبان شوكولات، وايضا ربحت معانا قسيمه من منتجع البنانة. اقول لك مبروك وكل عام وانت بخير. الله يسلمك. فسؤالكم يقول: ما هو الفعل الماضي الذي يبدا بحرف الياء؟ فكر معانا. يا كان يكون كن كنا فكرنا ربحنا معانا فعل ماضي بحرف الياء. يرى. اي لا سوري، يكون مشاعر. لا يكون كان يسير او شيء. يسير؟ لا مو ماضي. ساره. ساره. ياسر. ايش؟ عيد السؤال. ما هو الفعل الماضي الذي يبدأ بحرف الياء؟ فعل أنت إيش قلت قبل؟ إيش قلت قبل؟ يائس. يائس. بقول لك لا تيأس لأنك ربحت معي جوائز قيمة وإجابتك صحيحة. اليأس هي الإجابة الصحيحة. ربحت معانا جائزة من جابر للساعات والمجوهرات، وايضا ربحت معانا قسيمه من نيو ميديكال سبا، وايضا ربحت معانا جائزه من مطعم تشيكيتي، مطعم ايطالي عالم ايطالي انفلابس ايطالي صح؟ مطعم ايطالي باستا وبيتزا، دلع نفسك. وربحت معانا قسيمه من تنميه الضيافه، عباره عن 7 مطاعم في اللؤلؤه، تختار لك مطعم. واقول لك مبروك ويعطيك العافيه. شكرا. فكر معانا ولا تيأس. ولا تيأس. كم برتقالة يمكنك أن تضع في سلة فارغة؟ هو على حسب الحجم يعني طبعاً، بس أنت فكر معانا. ولا برتقالة. كم برتقالة؟ هاي صعب. 20. تعتمد على حسب السلة فارغة. أيوة. تعتمد على حسب الحجم بتاع السلة. 10. أنا حط 20. 5. برتقالة واحدة يعني. إلى ما لا نهاية. إلى ما لا نهاية. تمام. كم برتقالة تقدر تحط بالسلة الفارغة؟ هو في لغز بالسؤال. بالضبط. بس نبي الإجابة. برتقالة واحدة يعني. برتقالة واحدة يعني. برتقالة واحدة يعني. ليش؟ أنا حددت بالبرتقالة امتلأت يعني خلاص. إذا شلت برتقالة امتلأت. ونقول لك مبروك. إجابتك صحيحة، ربحت معانا جوائز قيمة، ربحت معانا قسيمة من فندق موفنبيك، وأيضا ربحت معانا قسيمة من مطعم تشيكيتي،
وربحت معانا قسيمة من تنمية الضيافة عبارة عن 7 مطاعم في اللولا، تختار لك مطعم. وأيضا ربحت معانا ساعة من الجابر للساعات والمجوهرات، أقول لك ألف مبروك تستاهل. أكرم معنا. وصلنا حق فقرة جرب معانا اللي كلكم عارفينها وحافظينها. طبعا هذه 4 كروت، كرت تربح على طول، و3 كروت تحديات. فخلنا نشوف من أول شخص بيجرب معانا. طلع لك وازن، وازن طلع على تحدي وازن. طبعا تحدي وازن هالمره راح يكون انك تحط 4 مطاطير ماي فوق بعض، ولازم توازنهم انه بطريقه انه ما يطيحون، وعندك دقيقه من الوقت. اذا ما قدرتوا انتوا الاثنين، في 2 غيركم بيجربون. دقيقه. فاهمين التحدي؟ فاهمين؟ توكل على الله. 3 2 1 تفضلوا. الاسم الكريم؟ خالد. الاخ اسمك الكريم؟ وسام. وسام، يلا يا خالد، يلا يا وسام. ها 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 وسام، في النص، لازم في النص مبلا تمشي تضبط. ها 3 3 3 2 1 خلصت الدقيقة. طب طبعا الطب هذه مات المخرج. اوكي حلو. ها 3 ب3 3 ب3 اوه 3 ب4 3 ب4 ها شوي شوي، لا تطيح لا تطيح، احس الثالثه غلط. فاطمه قربتي. هلا. زين ويطيح البرج. حلو. الطابق الاخير. شل يدك. 5 4 3 2 1 شل يدك. توكل. ها اي اهم شيء القاعده، اهم شيء الاساس. هاي احس مايل شوي بس يلا. ها ايوه ثبت الاساس، عدل الاساس، عاد هيا بيها اعصاب، اهم شيء الاعصاب. اوه اثنيناتهم على الاخيره، اثنيناتهم على الاخيره. ها ها حاول حاول يمين يسار. يلا. ها والله الناس تخترع عني حركات. اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بس هاي سوى عكس وهاي سوى. ها نحن عندكم، عندكم 40 ثانية. يمين يسار، ايش رايكم مين بيفوز؟ يمين يسار. اوه ما عليه ما عليه، تدي بابا بوم سمعنا في اليمين. شكله في بابا بوم في اليسار. 3 2 1 شيل يدك شيل يدك شيل يدك، لازم تشيل يدك شيل يدك. أقول لك مبروك تستاهل. ربحت معنا جوائز قيمة، وأقول لك حظ أوفر، يعطيك العافية. تعال حياك، ألف مبروك، ربحت معنا جوائز قيمة. أقول لك ربحت معنا قسيمة من مطعم تشيكيتي، بس لا تطيحها، إنجاز هاي هني. وأيضا ربحت معنا جائزة من الجزيرة العطور. أوه.
سالم 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 اعتذر خلاص طاحت طيشر معك. وايضا ربحت معانا نيو ميديكال سبا، غزيمه من نيو ميديكال سبا. ربحت معانا تشوبان شوكليت، وايضا ربحت معانا قسيمه من تنميه الضيافه، عباره عن 7 مطاعم في اللولا. اختار لك مطعم واقول لك مبروك، تستاهل وكل عام وانت بخير. نورتونا كل عام. جرب معانا. فكر معانا، فكر معانا. شيء حامل ومحمول، يابس ومبلول، فكر معانا. هذا لغز يعني رؤى؟ اي صحيح بالضبط. لا اعرف صراحه. السلام عليكم. مبروك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير. انا الشيخ تميم، الشيخ تميم وصاحب السمو الشيخ تميم والشيخ حمد والأمي والوالد الشيخ حمد والشعب القطري. الله يسلمك والله يبارك فيك. بسألك سؤال، بسألكم سؤال. إنزين، سؤالك يقول حامل ومحمول، ومحمول يابس ومبلول، فمن أنا؟ شنو الشيء اللي يعني يشيل وينشال؟ حامل ومحمول يابس ومبلول. السفينة يعني هي حامل ومحمول، شو اللي تشيله؟ اللي يشيله. شو تشيل السفينة؟ البحر. البحر يشيل السفينة، صح؟ إيه. والسفينة من على السفينة؟ الناس. صح. فحامل ومحمول يابس ومبلول. ومبلول. أقول لك مبروك، إجابتك صحيحة. ربحت معانا جوائز قيمة، قسيمة من فندق ويندهام ريجنسي، وأيضا ربحت معانا قسيمة من مطعم تشيكيتي، وايضا ربحت معانا شوكليت من شوبان. عاد اهم شيء تفرش اسنانك، ها؟ اهم شيء تفرش اسنانك. اوكي اوكي. وربحت معانا ساعه من الجابر للساعات والمجوهرات. اقول لك مبروك، تستاهل. فكر معانا. اين تقع قناه ستاكيوس؟ فكر معانا. قناه ستاكيوس، انتوا عندكم قناة قناة السويد؟ السويد. قناة ستاكيوس هي في ال ستاكيوس. الله اعلم. الله اعلم. الاسكندرية. ما ادري، ما عندي اي خلفية. اين تقع قناة ستاكيوس؟ في الاذن الوسطى. وين؟ في الأذن الوسطى. أي أذن؟ الأذن الوسطى. في أي اليمين واليسار يعني؟ لا في الاثنتين. أكيد أكيد. بس هي قناة واحدة. نعم، لكن في كل أذن موجود. دكتور؟ لا لا، أنا مدرس لغة عربية. ما شاء الله. والمعلومة؟ يعني كنت قرأتها قبل ذلك. وأقول لك مبروك، ربحت معنا جواز قيمة، ربحت معاي قسيمة من منتجع سيلين، وأيضا ربحت معنا قسيمة من مطعم تشيكيتي، وايضا ربحت معاي قسيمه من نيو ميديكال سبا، وربحت معانا عطور من الجزيره العطور. نقول لك الف مبروك. فكر معانا. وصلنا حق فقره جرب معانا. طبعا وانا اتمشى قصت لكم كريم تايم، قلت لازم اخليه يجرب معانا ونشوف حظه. 4 كروت تسحب كرت من الاربع، يمكن تربح على طول، وثلاث تحديات. فخلنا نشوف حظ كريم. كيف حالك كريم؟ تمام؟ فطور شلون؟ زين؟ الحمد لله. عندك 4 كرت؟ اسحب واحد. اوكي. طلع له تحدي الفرشات. ففرشات الاسنان. اي اوكي. فطور خلاص الحمد لله، خلاص فرشت اسنانك صح؟ ايه يمكن خلاص يمكن؟ ايه مو متاكد. زين بس في نفر ثاني لازم انت سوى جنجال. اوكي. يضرب؟ لا لا ما يضرب. في تشالنج. زين اوكي. على طول يبي يضرب. زين خلاص. نختار شخص. فتفضل حياك.
مرحبا. كيف الحال؟ خير الحمد لله. شنو الاخبار؟ خير الله يسلمك. فالاسم الكريم؟ نادر حجاج. نادر. نادر كريم. حيا مرحبا. جاهزين للتحدي؟ ان شاء الله. طين طين طين. طبعا مثل ما تشوفون التحدي تحدي فرشات الاسنان عباره عن طاولتين وكل طاوله فيها كوبين. في كوب في فرشتين اسنان وكوب فاضي. فكل واحد منكم انت طبعا انا ما عندك كاب وفرنا لك كاب وكريم عندك كاب فانت الاثنين مع بعض لازم بتشلون فرشات الاسنان بالكاب بدون ما تستعملون يدكم وتوديها من هالطاوله لين هالطاوله وتحطها في الكوب الفاضي اللي يخلص منكم قبل عندكم دقيقه من الوقت واللي يخلص قبل هو الفايز ثلاثة اثنين واحد بسم الله وإذا شلت التنتين مع بعض يقدر من مكانك مكانك إيه مكانك أوكي تدعمه بعد تدعمه واضحة ترى اوكي نادر نادر خلص فرشاه نادر وصل فرشاه اي صح صح اوكي كريم وصل فرشاه الفرشاه الثانيه ها 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 مو باليد مو باليد بدون ما استعمل يدك اوه نادر شيك تاخرت اخر عنا عشان ما يدعمه يلا آخر شيء آخر شيء من الأرض فأقول لك حظ أوفر نادر الصراحة فرقت معاكم ثواني أنتوا الاثنين ومبروك كريم صفقوا له ربح معانا كريم ألف مبروك حياك تعال وألف مبروك كريم كله مال أنا كله مال أنت شكرا تعال ليش صدق كل مال انا اي ما يغلى عليك والله شنو هاي مشكله كبير نقول لك الف مبروك كريم شكرا هاي مطعم تشيكيتي مطعم ايطالي زين في بيتزا باستا كله مزبوط انا دايت شنو هاي شكله دايت زين اوكي مره واحده ما في مشكله مره واحده ما في مشكله وربحت معانا جائزه من الجابر اي شكرا ساعات مجوهرات يمكن ساعه اي ساعه اوكي وربحت معانا بوتشر قسيمه مال بنانا ايلاند اوكي اوكي وايضا ربحت معانا تشوبان شوكليت تشوبان شوكليت اوكي ما في دايت اليوم يوم ما واحد ما في مشكله زين ما في مشكله اوكي والف مبروك كريم شكرا شكرا رمضان كريم رمضان كريم انا في دبي معلوم ليش انا اكل كل يوم واجد ايس كريم تايم this is me انا كوميدي اكتر بتغني فولورز كل يوم زيد نفر سمايل this I need وصلنا حق نهايه حلقه اليوم ومثل ما تشوفون في ناس تجاوب صح وناس اقول لها حظنا اوفر وانا والقاري ان شاء الله كل يوم راح نكون في مجمع وتونا في اول رمضان فجرب حظك وفكر معانا لا لا لحظه ويمكن تجرب معانا بعد وتربح جوائز فاشوفكم على خير